الكاريز أو الليجن في الأوكلوزال سيرفيس. طيب عندنا وتشك اوكي. طيب the following mistake اللي هي وجود الليدجز بالبرم وبعد كده حنضغط بس light touch على الوول. السلام عليكم الشربر او اللي ما نحتاجه اوكي. cavity preparation اوكي. it comes in different sizes. شايفين colors وزي ما شفنا فيديو قبل كده what does the different color. السلام عليكم كيف حالكم ان شاء الله تكونوا طيبين. في هذا الفيديو حنوريكم البرن اوكي. احيانا first place a primer which is going to place a tight and it comes a double sun and then we'll go على الاوكلوزال بارت كده احنا we can check. دحين احنا خلصنا البانشينج حنبدا applying the rubber. السلام عليكم كيف حالكم ان شاء الله تكونوا طيبين. في هذا الفيديو حنديكلر على السيرف ليش نشوف اول حاجه لو جينا شغلنا اللايت why did they do different curing. السلام عليكم في هذا الفيديو حنشرح شفنا كيف الـ patient position والـ finger support في كل الـ quadrants. So this is class 1 compound in a lower molar. Thank you very much and see you in the next video.